السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة طبخ سمية. اليوم بإذن الله غادي نحضروا واحد الحلوى سهلة سريعة كتوجد في دقائق معدودة، فنتمنى انكم تجربوها، كتجي لذيذة وكيف ما قلت لكم راه المكونات ديالها بسيطة جدا جدا. عندنا ثلاثة ديال المكونات أساسية، فنتمنى انكم تجربوها، ومكونات طبعا راه متواجده في اي بيت. وكذلك بالنسبه لطريقه التحضير فسريعه جدا، كتوجد في دقائق معدوده كيف ما قلت لكم. وقبل ما ندوز المقادير وطريقه التحضير، فما تنساوش لايك للفيديو، اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الحلوه ديالنا، فالمكونات جد بسيطه. غادي نحتاجو كاس من السكر، سكر حبيبات ما يعادل 100 غرام. غادي نحتاجو واحد الكاس ممتلئ من الحليب، الحليب عادي يكون درجه حراره المطبخ. وبالنسبه لهذا الكاس هذا ففيه 150 مليلتر. غادي نحتاجو كذلك الدقيق، بالنسبه للدقيق غادي نحتاجو 450 غرام ديال الدقيق، من 450 حتى 500 غرام ديال الدقيق. غادي نحتاج كذلك للزيت، بالنسبه للزيت عندي كاس غير ممتلئ ما يعادل 100 مليلتر. غادي نحتاجو كذلك واحد الساشي من الفانيلا، وغادي نحتاجو الخميره الحلويات يكون الوزن ديالها 7 غرام او 8 غرام، فانا هذه عندي فيها 16 غرام، غادي ندير نصف الكميه فقط. هذه هي المكونات كيف ما كتشوفوا اللي عندنا. نمشيو الان لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، فواحد الاناء على هذا الشكل غادي نوضع داك الكاس ديال الحليب، غادي نضيف الزيت، السكر، ثم غادي نضيف داك الساشي ديال الفانيليا. فبالنسبه ليا انا استعملت بودره الفانيليا، استعملوا الفانيليا السائله او الفانيليا سكر فانيليا حسب المتوفر عندكم. غادي نخلط هذه المكونات. فهذه الحلوه راه كتوجد في اخر لحظه وسهله بزاف التحضير. صافي، غادي نبدا في اضافه الدقيق، نضيفه بالتدريج. ثم غادي نضيف الفانيليا كيف ما قلت لكم، غادي نضيف نصف هاد الكميه 8 غرام. على هذا الشكل هذا، وغادي نخلط. صافي، وكنستمر في اضافه الدقيق حتى كتجمع عندنا العجينه. بالنسبه للدقيق طبعا راه غادي يبقى على حسب النوعيه ديالو، واش كيتشرب ولا لا. فغادي نكمل الخلط باليد. كيف ما كتلاحظوا كتبقاو تضيفوا الدقيق حتى كتجمع العجينه بحال هكا، كتبقى عندكم عجينه بحال هكا رطبه وفي نفس الوقت كتجمع. فكيف ما كتشوفوا بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي احتاجيتها، فاحتاجيت بالضبط انا الكميه ديال 500 غرام. كيف ما قلت لكم الدقيق راه كيبقى على حسب النوعيه ديالو. غادي ندلكها واحد شويه غير باش تجمع لي بحال هكا مزيان فوق سطح العمل. نتوما كتحصلوا على عجينه بهذا الشكل هذا. غادي نقسمها الان، غادي ناخذ منها واحد الكميه مباشره، وغادي نشكلها على هذا الشكل هذا.
فهانتوما كتشكلوها بحال هكا، ثم كتاخذوا واحد السكين وكتقطعوها على هذا الشكل هذا في الطريقه موضحه. وكتحصلوا على هذا الشكل هذا. صافي غادي نضعها جانبا وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنشكل هكا واحد الكميه. وبالنسبه للعجينه فنفهم الافضل انكم تغطيوها بحال هكا بواحد البلاستيك باش ما تنشفش معاكم، خصوصا ان الجو دابا سخون فالعجينه كتنشف، يعني غطيوها بشي بلاستيكه باش تبقى دائما طريه. صافي كيف ما كتلاحظوا بعد ما شكلت واحد الكميه فكنوضعها بحال هكا في السكر حبيبات، كتفندوها هكا في السكر وكتوضعوها في شي لاطا اللي كتدخل الفرن. وبالنسبه للكميه اللي غادي تحصلوا عليها في هذا العجين، انا خرج لي الكميه ديال تقريبا 64 حبه بهذا الحجم هذا، فكمية اللي هي وفيرة وبمكونات كيف ما قلت لكم اقتصادية. وبعد ما وجدت اللطة الاولى كيف ما كتشوفوا غادي ندخلها الفرن. بالنسبة للفرن كديروه على 170 درجة عافية اللي كتكون مهيلة، والنار كتكون فقط من الاسفل باش هكا حتى كيتحمروا من الاسفل، عاد كتحمروهم كتشعلوا لهم من الفوق وكتحمروهم. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالهم بعد ما نخرجهم من الفرن. وكيف ما كتشوفوا فهذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفرن، فغادي تخليوهم حتى كيبردوا، يعني حتى كتبرد الحلوه ديالنا كيف ما كتشوفوا كتجينا على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للتحمار فكتحمروها بهذه الطريقه هذه، فكيف ما قلت لكم غادي نخليهم حتى كيبردوا. فبالنسبه لنصف الكميه تقدروا تقدموهم على هذا الشكل هذا كيكونوا جاهزين، او غادي نزيد نزينهم هنايا بخطوط ديال الشوكولاته السوداء. صافي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت معكم اليوم. تقدروا تقدموها هكا لشرب الشاي، يعني الحلوه اللي كتوجد هي في دقائق. فنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. واخا المكونات ديالها كيف ما شفتوا راه بسيطه جدا، راه كتجي لذيذه. وبالنسبه اللي بغى يضيف لها هكا نكهات فتقدروا تضيفوا لها قشور البرتقال او قشور الحامض فكيعطيها كذلك نكهه، او تكتفيوا بالفانيلا فقط. فنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. فكذلك بالنسبه للمذاق ديالها راه كيجي رائع جدا وكتجي هكا هشيشه، فنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ووصلنا لنهايه الفيديو، فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم فما تبخلوش عليا بلايك، وصلوه لاكبر عدد من اللايكات، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، وخليو لي الاراء ديالكم والتساؤلات ديالكم في التعاليق. نتلاقاو في فيديو قادم مع وصفه اخرى. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.